سوريا في يعني أكثر وقت الفراغ للشاب أو للرجل، حتى الرجل يعني اللي ما لهش يعني مستقبل فيها بس بحب الكرة، فحب الكرة موجود يعني بأي مكان بالعالم والله أعلم. اسمي محمد عبد الرحيم راشد، من خربة غزالة من درعا سوريا. جيت بشهر 9/6/9 على مخيم الزعتري. صارت بدون حسبان لأي أهل أو مثلاً لأولاد أو لأشي، القصف عشوائي صار. كنت تقدر أنت تنفذ أو تبعد عن المكان، أما الولد الصغير وين بدك تروح فيه أو العائلة؟ احتمال أني يصيبني إشي من شوفته فقط يعني. احنا جينا عن مخيم ما كانش في يعني أسواق، ما كانش في إشي يعني فيه حياة، يعني طبيعة الشعب السوري فيه حياة العمل، يعني بحب العمل، فكل واحد حسب مصلحته أو كل واحد حسب شغله، كصار يدور على المصلحة اللي بعرفها. طورت إنه أنا مثلا مدرس رياضة كنت بالبلد هناك، صرت أجمع الأولاد وأجمع الشباب، وحتى ما كانش في كرات يعني بالسوق أو إشي، أو ما هو مسموح لنا نطلع نجيب كرات من برا، يعني نلف بلاستيكة مثلا مدورة نحط عليها خرق من برا ونلعب فيها. نلعب فيها على فترة أسبوع أسبوعين هيك تقريبا، بعدين صارت نوصي مثلا السيارة أو اللي طالع لبرا إنه يجي منه الكرة معك، صار يجي منه الكرة معه، صارت تنوجد الكرة بثمن مننا يعني من جيبتنا يعني. بحب تفريح الولد أو تفريح اللاعب. والله الحمد لله يعني احنا كمستقبل احنا بنعده للأجيال الجاية يعني، أما نحن علينا العمل لتطويرهم، أي أكثر إشي لينا احنا كمستقبل يعني، لأنه احنا مضى علينا من الزمان ماشي حاله، فقط احنا جايين نهيئ الجيل الجديد.